أنا هلا بالمدينة يلي صارت فيها هالقصة. هاللويا. دائما بتلاقي المدن نفس الشيء إلا مدينة هانوفر في مثل نفق والسوق صاير تحته. واهلا وسهلا فيكم بفلوق جديد ويوم جديد. ونحن هلا بالبنك المركزي. هذا البنك يعتبر من اكبر بنوك المانيا والبنك العالمي الرائد بالقضايا الدوليه. هذا يعتبر البنك العالمي الرائد الالماني العالمي. تم افتتاحه ب 2002 لما البرازيل اخذت كاس العالم. لما رونالدينو جاب جول على انجلترا فتحوا. لو ما جاب جول ما في. مقدر ميزانيته يعني تقريبا 175 مليار يورو. تاسيسه تكلف تقريبا 180 مليون دولار. بيشتغلوا فيه 6144 موظف ما شاء الله. جوا الريت هاوس صاير مثل متحف، وفي ضمن المتحف هذا مجسمات كثير حلوه عن المدينه من عام 1600 للعصر الحالي. خلونا نشوف المجسمات. هي هي مدينه هانوفر عام 1689. شكل المدينه كان مثل قلعه، مثل ما يكون شايفين في جدار وفي كان حواليها مثل انهار. وعلى حسب ما عرفت انه هي هي اللي ورا الكنيسه الكبيره كانت الريت هاوس القديمه، بس بعد ما تطورت المدينه بنوا ريت هاوس جديدين لانه ما عاد تسعهم، وكان في وقتها بس 3 كنائس موجوده بالمدينه. مدينة هانوفر عام 1939. ما شاء الله مدينة توسعت كتير، صار فيها عمار كتير. الريت هاوس القديم لساته موجود بمكانه، بس صار في غيره ريت هاوس جديد. ليكو ريت هاوس جديد بنوه من بعد عام 1939. كنائس نفسهم، بس المدينة متوسعة كتير وصار فيها عندك مصانع هون. هانوفر 1945. هاي هانوفر بعد الحرب العالمية. هذه كانت عام 1939 قبل الحرب العالمية، وهلا شوفوا ما شاء الله للأسف. شوف الفرق بين هانوفر قبل الحرب وبعد الحرب. حتى هون قسم من البلدية متدمر، في قسم من البلدية متدمر. تقريبا 70% من المدينة متدمرة، فوق 70-80%. في لسه في مصانع وفي كنايس كمان. لا والله متدمرة منيح. هانوفر هويته، يعني هانوفر اليوم. هلا شكل المدينه اليوم هيك صايره ما شاء الله، بتجنن. حسيتها مثل الشام. فور سيزون. هذاك الريت هاوس الجديد وجنبه البنك. تاسس البنك عام 2002، البنك هون موجود عندنا. بس هون الابنيه الحلوه ما عرفت شو. بلكي بنزورهم هلا. هذا هو البنك المركزي وهذا الريت هاوس صايرين جنب بعض. هلا هذا المبنى اذا الواحد بده يشوفه بالخارج بيفكروا شيء قلعه وهيك، بس هو الريت هاوس.
ومكتب المحافظ اللورد مايور محافظ المدينة نفسه موجود بهالمكان هذا. بهالمكان بتصير الاجتماعات السياسية بين اللجان السياسية الرسمية، اجتماعات رسمية بتصير هون. تم تأسيس هالمكان هذا بعام 1913 وقت محافظ مدينة هانوفر هاينريش شترام قام بإهداء البناء هذا لقيصر الألماني الثاني، لما تم تعيين قيصر الألماني الثاني للمنصب تبعه، وتكلف وقتها ب 10 مليون مارك. وهلا خلينا نفرجيكم المبنى من الخارج. الحديقة هاي هي من أجمل الحدائق اللي ممكن تشوفها بحياتك. بالعام 2015 حصلت على جائزة أفضل حديقة بأوروبا، ومثل ما يكون شايفين فيكم تشوفوا كل شيء فيها. فيها تماثيل طبعا مقسمة على شكل، حسب ما عرفت أنه على تم تأسيسها على النظام الفرنسي، فيها تماثيل وفيها شلالات وفيها قلعة وفيها مسرح وفيها إيش ما بدك، وفيها حتى متحف وفيها متاهات. هلا نفرجيكم إياهم. وكل سنة بتصير هون المنافسة العالمية للألعاب النارية بهالحديقة. بنص السوق مثل ما انتم شايفين، السوق صاير مثل النفق. تتذكروا الكريتو الطبي بالشام؟ تحت كريتو طبي كان في مثل النفق وفي سوق. السوق اللي بمدينه هانوفر نفس السوق تماما. وهذا الشيء اللي شفته انا مميز عن باقي المدن، انه قدام البانهوف دائما بتلاقي المدن نفس الشيء، الا مدينه هانوفر في مثل النفق والسوق صاير تحته. خلونا نشوف النفق كيف. عازف المزمار والفئران، حكاية من التراث الألماني. بتتذكروا صوت مها المصري لما كنا صغار ونحضر حكايات عالمية؟ أنا هلا بالمدينة يلي صارت فيها هالقصة. خلونا نشوف. نحن هلا بمدينة اسمها هاملن. هاملن تقريبا تابعة لمدينة هانوفر، تبعد عنا 40 دقيقة، والمعروفة بمدينة الفئران. يقال بأنه بهالمدينة بحوالي 1280، عام 1280 84 هيك شيء، صار عليه غزو للفيران. المدينة تعبت فيران. الفيران فيها أكلة الأخضر واليابس ونكدة الخمير والفطير. فأهل المدينة والمحافظة كلهم فاتوا بعضهم شلون بده يحلوا هالمشكلة هي. حتى يقال إنه استوردوا تقريبا 1100 قطب من بريمن وما مشي الحال. لحتى طلع بطل القصة اللي هو صاحبنا اللي مثل ما كنتم شايفينه عازف المزمار. دخل صاحبنا للمدينه ولقى الناس مكتئبه من قصه الفيران يلي مين طلعت لهون واللي ما عاد تخلص. فقرر انه هو يحل هالمشكله هي. فراح لعند المحافظ وقال له خيو انا بحل لك هالقصه هي، بس بشرط بدك تعطيني 10000 قطعه ذهبيه. المحافظ ما عنده طبعا، بس ما له غير الحل. فقال له اعمل لي بدك اياه وخذ اللي بدك اياه، المهم خلصني من الفيران. فصاحب المزمار صاحبنا شال هالمزمار وبلش يعزف على الحان القتل. والفيران كلها على حسب ما القصه بتقول، الفيران كلها تعجبت من الالحان تبعه وصارت تلحقه لحد هالنهر هذا. هذا النهر اسمه نهر فيزا. الفيران كلها لحقتهم من هنيك من مركز المدينه لحتى
النهر وكلها فاتت بالنهر وماتت وانجرت مع النهر. وهون بيكون ربح صاحبنا الشرف. رجع صاحبنا لعند المحافظ مرفوع الرأس وقال له أنا عملت اللي علي والفيران طلعوا وهات عطيني حقي بقى. هون المحافظ ما عنده المصاري فقرر أنه ينكر هالشي هذا، فقال له أخرج من مدينتي وقلعوه برا المدينة المسكين. والمسكين طلع برا المدينة وزور المدينة هذيك الزورة، قال لهم حسنا أيها المدينة، شال المزمار تبعه وعزف لحن تاني مغاير لهذاك اللحن، بس هالمرة اللحن هذا صار يجذب الأطفال ومو الفيران. يقال حسب ما القصة بتقول أنه هاللحن هذا جذب الأطفال المدينة كلها، وحتى الأهالي وقفوا بحالة ذهول وما عاد يحسنوا يعملوا شيء، والأطفال تبعهم صاروا يلحقوا العازف. وأخذ الأطفال معهم لفوق الجبل، يقال بأنه حوالي 130 شخص، 130 طفل، أخذ معهم 130 طفل من هالمدينة لفوق الجبل ومن هنيك دشرهم انتقاما لأهل المدينة. هللويا 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 هللويا. قال بأنه بهديك الحقبة الزمنية في منطقة برومانيا اسمها ترانزلفانيا فجأة طلعوا فيها أطفال بيحكوا اللغة الألمانية، وما حد كان بيعرف السبب، بس حسب ما فسروا المؤرخين أنه السبب الوحيد اللي ممكن يبرر هذا الشيء هن أطفال هملن، الأطفال يلي لحقوا العازف لفوق الجبل ويلي ما حدا بيعرف مستقبلهم لهلا. فيقال بأنه هدول الأطفال طلعوا ما بعرف كيف طلعوا بطريقة ما طلعوا لرومانيا وهنيك صاروا يحكوا ألماني، فجأة طلعوا أطفال بيحكوا اللغة الألمانية، لغة الألمانية هي اللغة الأم. وما بعرف في شيء غريب المدينة، والله العظيم عم لاحظ انه سكان المدينة يشوفوا الفيران، حتى شفير الباص. وعلى فكرة في معلومة كمان، بهالشارع هي احتراما للأطفال اللي اختفوا ممنوع العزف، من وقت لهلا ممنوع حدا يعزف على المزمار. وهي بتكون خلصت حكاية صاحب المزمار. وهي بكون خلص فيديو اليوم. اذا حبيت الفيديو وحابين نعمل فلوق ثاني لا تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب. يلا سلام. يلا سلام يا شباب.